وقود السفن المستقبلي سرقت الأضواء من الهيدروجين الأخضر لاحتمالية قدرتها على تغطية 45% من الطلب على الطاقة في قطاع الشحن البحري عام 2050. هرعت إليها دول المنطقة العربية، فكانت الإمارات أول من أطلق مشروعاً في الصدد، بينما بدأت مصر والمغرب بحوثها وإنتاجاتها التجريبية، وهيأت من أجلها الجزائر مشروع أنبوب غالسي لتتمكن من تصديرها لأوروبا. المادة المعجزة تتحول من سماد إلى وقود العالم. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. تعتبر الأمونيا الخضراء من المواد السهلة والرخيصة من حيث تخزين الطاقة ونقلها لمسافات طويلة، وحسب التوقعات فإنها ستكون قادرة على تغطية 45% من الطلب على الطاقة فيما يخص الشحن البحري لسنة 2050. السهولة والكلفة هما أهم ميزتين تتفوق فيهما الأمونيا الخضراء على الهيدروجين الأخضر، والهيدروجين هو الذي أشعل سباقاً عالمياً وعربياً قبل الأمونيا من أجل التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني في حدود سنة 2050، كما أن العراقيل التي سجلت فيما يتعلق بعملية تخزين ونقل الهيدروجين الأخضر استنتج منها العلماء أن الأمونيا الخضراء هي الوسيلة الأكثر عملية لكونها الأقل تلويثاً للبيئة إذا ما تم استعمالها في عمليات نقل الهيدروجين الأخضر لمسافات طويلة. وربما لهذه الأسباب بدأت هذه المادة تسرق الأنظار من الهيدروجين، حيث يتوقع الخبراء والمتخصصون أن تصبح الأمونيا أكثر أهمية من الهيدروجين الأخضر، حيث أن هذا الأخير يحتوي على كمية طاقة أقل وضغط بخار أعلى مقارنة بالأمونيا، علاوة على حاجته لعمليات التبريد المعقدة. وبعد أن كان العلماء يعانون مشكلة عدم القدرة على تخزين الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، جعلهم يبحثون على حل لإيجاد بديل لتخزين الكهرباء عندما لا نحتاج إليها، وأيضاً إلى نقلها وتصديرها عندما يكون هناك فائض. الأمونيا من سماد إلى وقود. البديل النظيف المتوفر حالياً هو الأمونيا الخضراء، وذلك بفضل خاصية التخزين لديها والنقل لمسافات طويلة، والذي يمكن استخدامها وقوداً للشاحنات وسفن الشحن. وبذلك بدأت التوقعات تشير إلى أنه حسب مخططات تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، فالأمونيا الخضراء ستشكل 45% من مواد الطاقة في قطاع الشحن البحري التي يطلبها السوق، بينما لا تتجاوز نسبة الهيدروجين الأخضر 15%، بما معناه أن استخدام الأمونيا الخضراء سيكون 3 أضعاف استخدام الهيدروجين الأخضر في قطاع الشحن البحري. ولكن ما هي استخدامات الأمونيا قبل أن تكون وقوداً؟ إن الأمونيا التقليدية كانت غاز عرف منذ قرن، يتم استعماله بشكل أساسي كسماد لزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية، وكان يتم إنتاجه من الغاز الطبيعي، وهو واحد من الطاقات الأحفورية الملوثة للبيئة، في حين أن الأمونيا الخضراء يتم توفيرها من تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين الأخضر الذي يستخدم بدوره مصادر الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح في إنتاجه. ويتم التعويل على الأمونيا الخضراء في توليد الكهرباء، وكذلك وقود نظيف للشاحنات وسفن الشحن لمسافات طويلة. الأمونيا الخضراء بيد العرب. في البداية لم تستقطب الأمونيا الخضراء اهتماماً من الدول العربية إلا في سنة 2021، يعود ذلك إلى تقنيات إنتاجها وما زالت طور التجريب، وكذلك تكلفتها عالية جداً، لذلك قلة من الدول العربية التي أطلقت مشاريع لها، وذلك طبعاً بعد أن وفرت أرضية مناسبة بما فيها إنتاج الكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات النظيفة الأخرى،
وذلك من أجل الوصول إلى الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للماء عبر فصل الهيدروجين عن الأكسجين وصولا إلى إنتاج النيتروجين وإحداث تفاعل بينه والهيدروجين الأخضر، ثم أخيرا التوصل إلى الأمونيا الخضراء. وتسعى الدول العربية إليها لاستغلالها في تصدير الهيدروجين الأخضر، خاصة من الدول العربية إلى السوق الأوروبية، سواء في حالة سائلة عبر السفن أو بشكل غاز مضغوط عبر أنابيب الغاز، مثل تلك الرابطة بين الجزائر من جهة والجهة الأخرى من المتوسط أي إيطاليا وإسبانيا. أما دولة الإمارات فقد كانت السباقة عربياً بإطلاق مشروع للأمونيا الخضراء، وهو مصنع لإنتاج هذه المادة باستخدام ما يقارب 40,000 طن من الهيدروجين الأخضر بتكلفة تصل إلى مليار دولار. بعدها أطلقت السعودية بالشراكة مع مؤسسة أمريكية مشروعاً ضخماً لإنتاج 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا بقيمة 5 مليارات دولار. ومن شأن المشروع تحويل السعودية إلى أكبر مصدر الأمونيا الخضراء في العالم العربي، مصر بدورها وخلال قمة المناخ COP27 أعلنت عن مشروعها في مرحلته الأولى الرامية إلى استخدام الطاقة الشمسية ونحو 8,000 من الهيدروجين الأخضر لتوفير 42,000 طن من الأمونيا الخضراء في مرحلته الأولى التجريبية. وبالنسبة إلى المغرب فقد فتحت في 2021 وحدتين بحثيتين لإنتاج الأمونيا الخضراء بميناء الجرف الأصفر، إلا أنهما لم تصل بعد لمرحلة الإنتاج الصناعي. الجزائر بدورها وقعت مع ألمانيا مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون لإنجاز مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتجهيزهما للتصدير نحو ألمانيا. في نفس الوقت تدرس الجزائر تأهيل وإنشاء خط أنابيب سردينيا غالسي الذي يربطها مباشرة بإيطاليا، بما يجعلها تتكيف مع عمليات تصدير الهيدروجين والأمونيا الخضراء في اتجاه أوروبا وبالأخص ألمانيا. في النهاية نستنتج أن مشاريع إنتاج الأمونيا قد انطلقت بقوة في الإمارات والسعودية، ولكنها ما زالت في خطواتها الأولى في كل من الجزائر والمغرب وكذلك مصر، وربما بمجرد تجاوز مشكل الكلفة وبعض العوائق التقنية التي تحتاج إلى حلول وتوفير الاستثمارات الكافية، فإن إنتاج الأمونيا في المنطقة العربية قد يتطور بسرعة، خاصة مع التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات.